الذي كل الفلاح بطاعته، وكل الفوز في خدمته، وجميع الأرباح في معاملته، المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة. خدمته، العبارة هذه تتردد على لسان بعض أهل العلم مهمة ما تليق. الله ما يحتاج إلى خدمة، ملوك الأرض وجهاء الناس وغيره هم اللي يحتاجون إلى خدمة، والله تعالى هو الغني الحميد بذاته، أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما آتيهم كم تفضل. هذه عبارة رديئة رخوة تشربت من بعض مصطلحات الصوفية، وأنت إذا عبدت الله تخدم نفسك، تسعد نفسك في الدنيا والآخرة، وإذا ترك العبادة لا تشقي نفسك. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما رضى ربك بظلام العبيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم كبير. عبارة عن خدمة الله ما تليق أبدا، هذه عبارة ما هي بجيد يعني، ولو تردت على بعض ألسنة أهل العلم والفضل غلط يوافقون عليها. ومثلها قولهم فلان قدس الله سره، نفسش، لأن هذه توهم من فلان له سر ينفع به، وأن التعلق به يجعله يتوسط فتقضى الحاجة بسببه من طرفه من جهته، أن التعلق بالمخلوق ينفع. ليش؟ إما لأنه ابن ذاك الولي الصالح بزعمهم، وإلا أنه من آل البيت، وإلا أنه من أهل الإحسان، وإلا أنه في بركة. فهذه هي السر اللي يزعم قدس سره. وبعضهم يقول قدس الله روحه، هذه لا وردت لا في كتاب ولا في سنة ولا على لسان العرب، نفس الشيء ما تبع. نعم.